صحبي اجمعين، ورجعنا بنتواصل من جديد في صباح الجمعه. ودائما نشاط الدراما هو احد يعني الاشكال الفنيه والثقافيه المهمه جدا اللي بتعكس حياه الناس. واعطني مسرحا اعطيك ام. المسرح والدراما بتصنع امم واجيال من خلال عكس كل الموضوعات الاجتماعيه الاقتصاديه السياسيه الحياتيه اليوميه من واقع الحياه. يعني الدراما بتصور حياتنا بشكل مختلف، شكل درامي اكثر، شكل يعكس السلبيات والايجابيات، عسى ولعل الناس تركز عليها وتلقى حلول لبعض القضايا والمشكلات، لانه اكيد الدراما صحيح. بتمس جوانب مهمه في حياتنا، غير انها هي بترفه عننا، غير انها هي بتثقفنا في بعض الاحيان. اكيد كمان المعالجه للقضايا على ارض الواقع هي المهمه، هي هو الدور اللي بتلعبه الدراما على ارض الواقع في عكس مناخ جيد ورسم صوره ذهنيه ايجابيه عن مجتمعات كثيره. احنا في مجتمعنا السوداني محتاجين انه نعود لصحوه الدراما الاولى والاعمال المسرحيه التي كانت تقدم في المسارح وعروض المسارح دائما، ودور النشر ودور العروض دائما حتى للسينما الموجوده. فمع الصحوه الكبيره هذا التغيير الجديد اللي احدثه الشعب السوداني المعلم، نامل ان تعود الدراما، ان يعود المسرح لسيرته الاولى، بل احسن من الاول بادخال التقانات المختلفه والابهار البصري المدهش بالنسبه للرؤيه البصريه. نعم. اليوم حنتكلم عن واحده من المسرحيات الممكن انه تجد قبول كبير جدا من الشعب السوداني اذا حضر هذه المسرحيه، سيد الرصة. بمفهومنا كذا نسمع سيد الرصة نفهم انه الشخص هو اللي في يده اي حاجه، الشخص المنتج اللي بيقدر يقدم الكثير، لكن في تفاصيل كثيره حنتعرف عليها من داخل الاستوديو مع الممثله الشابه الجميله هبه الرحمن عبد الرحمن. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور حمزه، صباح النور لين. انا بشكركم كثير على الاستضافه دي، وبشكركم كثير على المساحه التي تحتوها لنا، وعلى المقدمه العظيمه للمسرح. لانه المسرح يعني المسرح ابو الفنون. صحيح. فبنتمنى انه من خلال المسارح تنتعش الحركه الدراميه وتعود لسيرتها الاولى. بنتمنى انه الناس كل زول ممكن يقدر يعمل حاجه في الحركه الدراميه يخوت يده عليه للحاجه اللي ممكن يقوم ينجزها يعني. نعم. فشكرا لكم كثير على الاستضافه دي للمره الثانيه. احنا سعيدين جدا بك يا هبه. وفعلا المسرح زي ما ذكرتي مهم جدا، خصيصا في الفتره اللي احنا فيها في السودان. ليه؟ لانه المسرح هو هيقدر يعكس الجوانب الايجابيه في سوداننا، هيقدر يعكس عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا. ناس كثير بتسال انه السودان فيه حاجات جميله، فيه جوانب جميله، لكن برا العالم ما سمع بها، ولا حتى على مستوى الوطن العربي ما قادرين نعكس اي جوانب على مستوى السياحه، على مستوى الاقتصاد وغيره من الاشياء الجميله. من خلال المسرح نقدر نوصل رساله حلوه جميله، نقدر نعكس واقعنا السوداني المعاش. نتكلم عن الحركه المسرحيه الان بعد الثوره، وما المطلوب؟ والله الحركه المسرحيه بعد الثوره اكيد طبعا البلاد شهدت تغيرات كثيره على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي، ده الاهم طبعا. فالتغيرات دي الناس قاعد تحاول تعكسها على باقي انشطتها، وبما انه المسرح زي ما قلنا ابو الفنون هو بتكون المسؤوليه على عاتقه اكثر من اي حاجه ثانيه او من اي ضربه من ضروب الفنون. هذا ما تحيز طبعا لمجالي، لكن هي دي الحقيقه. تمام. فالمسؤوليه على المسرح والحاجات المترتبه عليه هي اللي بتخلي المواضيع تاخذ شكلها الجميل اللي هسه حاصل ده، الانتعاش الحاصل. مجموعه من المسرحيات حاليا في دور العرض المختلفة، ولسه الحاجات جاية. التفاصيل والخنوقات والضغوطات اللي كانت مفروضة على المسرح وعلى الممثلين بشكل خاص هي ممكن تكون أثرت على المنتوج. فالذي حيحصل لك قدام انه الأمور بنتمنى طبعا انها تمشي بشكل اللي احنا عايزينه. ده الحالي حاصل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. هبه الرحمن، يعني الثوره السودانيه هي خرجت لتفاصيل ما تهم المعيشة السودانية، يعني أن يعيش الإنسان السوداني بخير ورخاء وأمان، ولكن هي شملت تغيرات لتفاصيل تانية ما تخص الهوية أيضا، الحرية الشخصية، حرية التعبير والرأي، الديمقراطية كعام كذا. فلو تكلمنا عن من خلال المسرح وعكس الهوية السوداني والإنسان السوداني في أبهى تجلياته، إحنا الآن نشوفك بالزي الأفريقي، ونحن نحتز بأفريقيتنا، نحتز بكل التفاصيل الموجودة فيها من سحنات. فنتكلم عن إمكانية الدراما في عكس الهوية السودانية وعكس الإنسان السوداني والترويج له بصورة كويسة بالنسبة للعالم.
طبعا احنا يعني لما نيجي نمسك انه الدراما هي طبعا بتناقش حاجاتنا احنا، عاداتنا، تقاليدنا، تفاصيلنا السمحه. دائما الدراما بتميل انها تكون قريبه لمستوى العاده والتقليد عشان ما تكون بعيده من مشاهده. فانت لما تقوم تهتز بحاجاتك وبتفاصيلك وباصلك وفصلك، الموضوع ده بيلقى رواج، او يعني المتلقي العادي بيستقبله بشكل كويس. المسرح بيحاول العادات بتاعتنا السمحة انقطع. احنا يعني جات فترة علينا تفاصيلنا كلها زي الجا يعني اتغطت بتراب او بغبار خلينا نقول. المسرح بيحاول يمسح على الغبار ده ويطلع الحاجات الكويسة دي بشكل او باخر، بانه يحس الانسان او المشاهد والزول اللي بيجيه انه صح التفاصيل دي من جواك، يعني لانه انت محتاج ليها والسودان ذاته محتاج ليها. سودانيات السمحه زمان كان مشهورين بها، ولا الدول كلها كانت بتشيد بها. صحيح. احنا محتاجين انها تطلع بشكل المعتاد. فالمسرح عنده دور كبير في انه يصحي التفاصيل دي. ما انت طالما عندك الحاجه فما حيجي يوم تفقدها، لكن ممكن تتغطى بتفاصيل، بس يلا يوم بيجي وبتظهر. ده دور المسرح ناو انه ينظف التفاصيل دي ويطلعها في شكلها الحلو ده. جميل. وده اللي بنحاول نعمله ان شاء الله. وواضح فعلا من خلال الحراك المسرحي لمسرحيه سيد الرصا. مسرحيه سيد الرصا الفكره والحكايه كلمينا عنها. مسرحيه سيد الرصا هي طبعا مسرحيه كوميديه صرفه. بتتناول حاجات كثيره في المجتمع ده بس بقالب كوميدي. نيجي نضحك يعني. ايوه هو كده. نضحك ونستفيد. ايوه يلا انت مع عشان توصل معلومتك وعشان تمرر اجندتك للزول اللي جاي يحضر ده، المفروض تقدمه له في قالب يقدر يبلعه، يقدر يستسيغه. يس. فسيد الرصة هي حاجه خفيفه كده بتتناول عاداتنا الكويسه والما كويسه في المجتمع. الكويسه قاعدين نعززها والما كويسه قاعدين نوريك انها هي شينا كيف. انت لما تيجي وتحضر وتشوفها بالشندي على الاقل بتراجع تفاصيلك، بتراجع حساباتك اذا ما عالجتها يعني. وده ذاته جزء من المعالجه كونه تقعد مع نفسك. فدي سيد الرصة ببساطه يعني انا هتكلم عنها. لكن يا أي عشان نشفف الناس وعشان هم ذاته يكونوا مستعدين للعرض نفسه عنه ان شاء الله في يعني خلال الحلقه. شنو ابرز الموضوعات زي ما قالت فينا؟ والله ابرز الموضوعات احنا بنتكلم عن المغالف المهور. شكل يعني شكل الشده اللي بتحصل من الاهل. بخصوص الشيء اللي ممكن يتم في الاعراس. طيب ده واحد. الحاجة الثانية مثلا الشكل بتاع التفاصيل اللي بتقوم في بيت العزاء. الناس بتجي ما بتجي تعزي. في ناس بتجي تقعد قضيعة والونسة عندك عرفتها. فدي حاجة من الحاجات السيئة جدا، يعني إذا الموت ما وعظك ما تخيل إنه في شيء ثاني ممكن يوعظك. يلا يا هبة أنا يعني حشفف المشاهدين وحندخلك كده في نفق ضيق، لكن إن شاء الله يكون مشرق. لو موضوع الزواج ده كده ما تديني سكتش كده نصحصح به الناس الصباح كده إذا وكده. والله هو طبعا يعني اكيد طبعا احنا الاسكتش على ركزوا عليه شديد موضوع العرس. وطبعا دي ازمه الشباب تحديدا الذكور بيعانوا منها، فما بتصدقون الموضوع ده يجي فبتطلعوا طاقتهم. كده هسه مشهد شاب عايز يتزوج لكن واجد وجد يعني تفاصيل كثير جدا من قبل الاسره بتحت البيت يعني. لا يلا انا داير اقول لك حاجه، النفغ الظريف اللي انت خدتني فيه وده ما عندي عليه اي اشكال. فانا داير اقول لك انه اذا انت جيت سيد الرصة هتيجي تشوف انه الموضوع ده بيتعالج بشكل سلمي. خلاص خلي المشهد خليه في نهايه الحلقه. انت حاولين نتذكر يا طيب تمام. فالحاجه اللي انا عايز اقولها انه ان احنا محتاجين انه من يعني من الحركه المسرحيه تحديدا الحركه المسرحيه احنا محتاجين منها مجهود جبار الفتره الجايه. احنا عندنا حاجات كثيره كانت مؤثره علينا نفسيا، ماديا، اجتماعيا، وحتى على مستوى التربيه. احنا محتاجين انه نضغط الضوء على الحاجات الكعبه دي، وده ما بيتم الا بدور، ده دورنا احنا كناس بنعيد نفسنا من الناس المؤثرين في المجتمع، فبنحاول نصحيك ونذكرك ونحاول نبعد منك الشيء اللي كان كعب، لانه ده شيء مكتسب ماشي في اصلنا. صح. الشيء المكتسب دائما بيتساقط بيزول بزوال المؤثر، واعتقد المؤثر زال الحمد لله. طيب هبه الرحمن بالنسبه لبدايه العروض يعني لسيد الرسم
العروض طبعا بدت يوم الاربعاء اللي هو يوم 20 نوفمبر الجاري، هتستمر هتستمر ان شاء الله لفتره كويسه جدا في على مسرح خضر بشير. طبعا نستغلكم حفركم نعلن طبعا في طوالي ده ملاذ امن صحيح. مسرح أيوة. خضر بشير، مسرح خضر بشير يوميا الساعه 7:30 بيفتح الستار. بدت أسي كده ده العرض تقريبا الثامن حاجه زي دي ليها، والإقبال معقول بالنسبة لناس هجرت المسارح. الجمهور هجر المسارح لفترة من الفترات نسبة للضغوطات الكثيرة اللي كانت بتمارس عليه، ما دارين نتطرق لشكلها لأنه هي زول عارفة الحاجات دي. كونه لما تلقى حتى لو نفرين جوك، أنت بتحس بأنه الزول ده يعني في أمل، يعني انت في امل الناس دي حتجي يوم من الايام والمسرح يرجع لسيرته الاولى، الانسان عبر المسرح يرجع لسيرته الاولى. طيب يا سلام هبة الرحمن، لو جينا على شكل المسارح الموجوده الان، طبعا هي عرضت لهدم كبير جدا، هدم في كل تفاصيل حتى الافكار او كذا والتاهيل لهذه المسارح. مع عوده المسرح ما لسيرته الأولى فقط، لسيرته الأولى بجانب أفضل مشرق حتى يس. كمان لأنه العالم هو تغير، بالتالي التغيير ده يجب أن يشمل المسارح حتى في شكل الإضاءة يس. في شكل الإبهار البصري. فإمكانية عودة المسرح في تأهيل دور العروض المختلفة يعني في السودان، يعني مع الصحوة الكبيرة هذا التغيير، هل ممكن نشهد مسارح أكبر، تأهيل أكبر، اهتمام أكبر من الجهات المسؤولة من المجتمع المدني برضو؟ أيوة. والله هو طبعا ده الشيء اللي احنا بنأمل، يعني المسارح معرضة لتلف ما طبيعي. يعني حتى لما تقوم تقصد الجهات المعينة عشان تقدم الدعم المعين للمسارح بتاعتنا فكنا ما بنلقى، يعني شايفين المسرح ده آخر حاجة ممكن يخسروا فيها تفصيل. يعني عندك المسرح القومي هو من أعرق المسارح على مستوى البلاد، تمام؟ المسرح ده ناو تحت الخشبة في موية مليانة. يعني أنا عبركم بناشد الناس القائمين على الأمر إنه ينتبهوا للحاجة دي، يعني الموية دي ممكن يوم من الأيام الخشبة دي تنزل. تمام؟ دي حاجة. وكان فيه ماس بتاع كهرباء. المسرح خضر بشير ناو برضو فيه مشاكل كثيرة ما مؤهل، يعني زي ما بيقولوا إحنا بنعمل في ظروف بالغة السوء. طيب مع عودتكم أنتو هل ممكن يتغير الحال، يعني عودة النشاط المسرحي والدرامي وانتم برضو من خلال عرضكم الآن في مسرح خضر بشير؟ بالتأكيد الشخص اللي بيجي محتاج برضو يقعد في مكان مرتاح أيوة. كده عشان يشاهد، فبالتالي يكون جهده هو في المقام الأول برضو يساعد، وانتم برضو بيدوركم تساعده، فعايزين نشوف الحال. احنا بنحاول انه نعمل في جهدنا وفي طاقتنا، بس يد واحدة ما بتصفيك. اي لكن يلا انا بقول انه طالما المسرح بدأ ينتعش بالتالي التفاصيل الباقية يعني أملا كده في الله بيقول إنها شوية شوية تبدأ تنتعش. إذا ما بمجهودات المجتمع المدني والحكومات أو الحاجات اللي ممكن تتوجه لها تقدم لك شكل دعم معين، بالمجهودات الذاتية. إذا انتعش المسرح أكيد الحركة المسرحية حتنتعش ماديا، فبالتالي أنت عارف إنه في قصور هنا في المكان المعين أنت مفروض ايوه مفروض تقوم تصلح يعني. نعم. على ذكر الانتعاش والدعم، يمكن الاعلان والاعلام مهم جدا يس. في العروض المسرحيه عموما، لان هو اكيد بيسلط الضوء على 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 المسرحيه، على المكان، على الزمان، الناس يكون يعني. عندهم رغبه لانهم هم يجوا يشاهدوا العرض. يعني المشاكل ممكن تواجهكم من خلال الاعلان والاعلام؟ والله طبعا هو طبعا المشاكل دي بتاعت الاعلام او الاعلان عن العمل المعين هي طبعا مشاكل بتواجهنا كلنا حقيقي يعني. الموضوع بيبقى امسكيه من برنامج انه الكورسفية، الموضوع ده مكلف جدا صحيح. على الزول العادي نحن يعني في المسرح الناس يعني ممكن تقدر تقول دخلي كده في حدود الحاجات بيكون شوية كده معقول او محدود، خلينا نقول عشان نبقى دقيقين. فالموضوع ده بيفتح لنا ابواب المعاناة، انه نحن عشان نعلن عن تفاصيلنا محتاجين نصرف عليها، محتاجين شنو يعني. مفترض الشيء الطبيعي الدعم يكون في شكل انك انت تجيب حاجتك والناس تقوم لك على امرها يعني. هبة الرحمن زمان في دور العرض السينمائي والمسرحي وكذا كان في عنوان كده، اين تسهر هذا المساء؟ فعايزين
بس شو الحاصل عند الشعب السوداني؟ الروتين الحاصل يعني عايزين ننفذ عن روحنا شوية، حتى أطفالنا عايزين نطلع من التقليدية والإطار اللي هو متاح بالنسبة لنا في وسائل التواصل الاجتماعي في المنصات المختلفة، في إمكانية المسرح في الترفيه برضو للأسرة السودانية لأن هي متعطشة، فلو لقت الجو الملائم ده، لقت المسرحيات ممكن تعبر عنها، ممكن تيجي تحضر ما عندها أي مشكلة حتى لو كان بمبالغ محترمة كده. فعايزين نشوف إمكانية المسرح في الترفيه عن الأسرة السودانية. طبعا حمزة بعينه كسر هذا المساء، واضح إنه هو كبير يعني. المشاهد شايف. ففعلا الحاجة دي ثقافيا يعني ما يعني ما نعم صحيح. فيلا شنو؟ المسرح هو وجهة الأسرة دائما، في أسر يعني دي وجهتها لما يكونوا مالين دي وجهتها، وفي أسر بيقول لك ما تجي نمشي نشوف، يعني زي اللي بيختبروا في الارضيه دي يا دوبك، ودي اللي هم اللي احنا مستهدفينهم. الزول العارف انه ماشي المسرح يرفه ده مع زولنا، لكن الناس اللي بتقول كده ديل حقيننا، ديل اللي احنا بنعلين وبنحاول نكثف حاجاتنا عشان شنو نقوم نجيب ونبقوا من الناس ديلك. فالمسرح دايما بيرفي عن الحاجات لانه بيفصلك عن العالم الخارجي تماما. اول ما تخش المسرحيه بتعيش في جو المسرحيه، بتناقش لك تفاصيل قد تمر بك في يومك العادي، قد تكون اشكال انت شخصيا مع الربيو، قد يكون بيقدم لك حل لمساله عالقه في ذهنك قبل ما تجي خاش وما قادر تستشير فيها شخص اخر، لكن المسرح ممكن يعبر بالزبط. لك يعبر عنك ويحل لك وانت قاعد ويساعدك. بس بالعين ايوه نعم. حتى لو قام قدم لك اضعف الايمان المساعده في انه يشيل عنك عبء الحياه، انك انت تجي وتبتسم الحاجه دي ما ساعدت بالضبط. اي الحمد لله مجهود كبير جدا منكم. يس. طيب السودان كبلد واسع وشاسع، في مساحه لانه يكون في مهرجانات، يكون في مواسم لعروض مسرحيه وغيره. بالنسبه للسودان كبلد متعدد الثقافات والعادات والتقاليد زي ما ذكرت، هل نقدر نحن مثلا نؤسس لخارطه معينه ونطورها على اساس انه يكون في موسم للمهرجانات والعروض المسرحيه؟ والله وطبعا يعني لنا اصلا في موجود الحاجة دي، احنا عندنا مهرجانات ما بالشكل المطلوب. يس. لكن ما فيها عروض غايبة فيها العروض المسرحية تمام. هي لا هي ما غايبة فيها العروض المسرحية بقدر ما انه العروض هي تقدم لكن قد ما تخدم الشكل الكبير اللي انت تطلبه للمهرجان. يس. حاجة يعني كده هو كده بالضبط. فالعروض بشكلها الضخم ذاك قد يعاني الوسط في شح كده منها، وبتمنى انه لانه كان في ضغوط شديده على الممثل، على كهل الممثل مفروض عليه ومكتفاه. الدرامين زادوا اتجهوا لاعمال ثانيه يعني. يس. في فتره من الزمان درسوا يعني دراما وموسيقى وغيره ومسرح. أيوة. واتجهوا لاعمال ثانيه لانه بقى ما في حراك مسرحي. الفنان المسرحي تحديدا مكتف، مفروض عليه ضغوطات، مفروض عليه تفاصيل تخليه على قول امي يعني تمسك عليك الحياه. كويس. ان شاء الله كلها تتشال. ان شاء الله يا رب. فهي بدات تترفع، حتى بتلاحظ الموضوع ده على صعيد المسرحيين. صحيح. الفنانين. صحيح. تلقيهم مش هاجر وسافر وجراجع فجاه. أيوة. خلاها مش اشتغل حاجه ثانيه وفجاه داير يشارك في كم لفته حصلت في. يس. في الفتره. يس. يعني يكفي فيلم سدى موته في العشرين مسرحيه نفس حصل. صحيح. حصل بعض الحراك كده شويه ان شاء الله، وبدوركم انتم كمان انتعش المسرح باذن الله. يعني انا بحب الاحظ دائما يعني على عكس الزي الافريقي اللي لابساه هبه الرحمن كمان برضو ترتدي علم السودان القديم. فالانسان او الممثل او الفنان هو اللي بيرسم صوره ذهنيه ايجابيه عنه في المقام الأول وعن محيطه الداخلي. لو تكلمنا عن المحيط الداخلي، إحنا الآن في مرحلة أولوية لعملية السلام، ما السلام فقط أرضا سلاح، لكن السلام ثقافة السلام أن تشيح في مجتمعنا السوداني في كل مكان، ما مناطق التي تأثرت يعني الأزرق جنوب كردفان جنوب دار أو دارفور. فلو تكلمنا عن المسرح وهذه الفنون في إمكانية عكس ثقافة السلام في المرحلة القادمة من وجهة نظرك أنت كممثلة. والله أنا طبعاً بشوف إنه المسرح ده قادر يحل أعصى وأعتى المشاكل. أنا يعني ما ده والله ما تحيز للمسرح. دي حقيقة. بس دي حقيقة فعلاً زي ما أنت تفضلت. المسرح قادر إنه يصنع السلام الداخلي. قادر إنه يصفي يعني السلام ما زي ما أنت قلت ما لازم هو مشاكل وحروب وموت. السلام في سلام داخلي مع النفس. في احنا محتاجين نحارب حاجات كتير اتزرعت فينا لحقبه معينه من الزمن. الحاجات دي لو ما اتحارب او اختفت
السلام الداخلي ما بيعمنا. يعني احنا بنعاني لسه من العنصريه، بنعاني لسه من الجهوية. ايوه الجهويه، الحاجات العنصريه حتى ما على مستوى العرق، حتى على مستوى الافكار. تمام. فاحنا محتاجين نتقبل الاخر على اختلافه معانا، ايا كان شكل الاختلاف، وحتى لو كان الاختلاف ده الا احنا محتاجين نتقبل الاخر. في المسرح بيساعدك انك انت تحصل على السلام ده، تحس بانك انت قادر انه تتعامل مع اي زول ايا كان ديانته، ايا كان انتمائه، ايا كان شكله الخارجي او شكله الداخلي. فالمسرح بيساهم في الموضوع ده. ضيف لانه يعني المهرجانات بتاعت السلم القامت، الفنانين البادروا وسافروا عشان يحاولوا يحلحلوا المشاكل الواقعه فيها بين القبائل، اللي هي دي السلام الكبير اللي احنا بنطمح انه بلدنا تقع تحت طايلته وما نشوف ثاني لا دم لا نسمع رصاصه لا حاجه. فنحن الحاجه دي قاعدين نحاول نحلحلها بشكلنا، بقالبنا الدرامي، بقالبنا الممكن نقدم به حاجاتنا بشكل الممكن يعالج المساله من غير ما نحمل انت المسؤوليه او نحمل الاخر الممكن يكون مختلف معاك الذنب. نعم، ودي فعلا مسؤوليه كبيره جدا، والدراما قادر علينا هي تحلها وتناقش هذه القضيه تحديدا. طيب يا هبه الرحمن، يمكن زي ما ذكرت قبل شويه فيلم ستموتوا في العشرين كان هو بمثابه عنصر مفاجاه لكل المنافسين في المهرجان. يعني لما فيلم سوداني فجاه يعني يسلط عليه الضوء ويفاجئ كل الحضور بجائزة قيمة وإنتاج سوداني جميل، دي حاجة نحن مشرفة بالنسبة لنا. بنرجع بنقول إنه كلية الدراما هي اللي قادرة على التطوير والتغيير. شنو المطلوب بنظرك أو برأيك، شنو المطلوب يعني في المرحلة القادمة عشان نحن نقدر كدراميين وبالدراما تحديدا نشارك في المهرجانات الدولية؟ والله انت اصغرتي الضوء علينا على حته مهمه شديد، اللي هي الحته اللي بيطلع منها الفنان اللي هي كليه الموسيقى والدراما. احنا محتاجين حاجات كثيره جوا الكليه دي. بما ان انا واحده من خريجين هذا الصرح، عانيت من مشاكل كثيره في 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 الحاجه دي. يعني عشان انا اقوم ابدع اطلع حاجه كويسه، المفترض يتهيأ لي مناخ كويس، يتهيأ لي الشيء اللي انا بحتاج له دراميا او موسيقيا، معدل الالات، معدل الخشبه، معدل الديكور. احنا عندنا قسم كامل اسمه فنيات، عشان نجي نتخرج فبنضطر نشتري ديكور او نستجلب زول من برا عشان يعمل لنا الديكور بتاع التخرج. احنا بنعاني من ضيق ذات اليد في كليه الموسيقى والدراما، وفي مشكله في الصرف على الفن. فدي دي دي مساله المفروض المسؤولين يقفوا عندها، لانه الفن ده والله العظيم مهم شديد لتغيير خارطه الوطن ده والله العظيم. تمام. فكليه الموسيقى والدراما الصرح اللي بيطلعوا منه الناس ده، يعني انا بعتقد انه مفترض يتاهل كوادر علميه، المقتنيات الثانيه الممكن احنا نحتاج ليها، كل التفاصيل اللي ممكن يحتاج لها الفنان في مسيرته عشان يبدع لك، بس عشان يطلع لك بحاجه كويسه. لما كانت معهد، لما كان معهد الموسيقى والدراما يعني او المسرح زي ما تفضلت، كان بيقدم كوادر افضل. تفتكر السبب شنو؟ احنا ماشيين قدام، حسيت الحاجه دي لانه كان بيجوا اختصاصيين اساتذه من الخارج حتى كمان ومن الداخل برضه، حتى الناس من الداخل بالمناسبه ما لازم من الخارج مثلا يعني. لا، لكن كان الانفاق عليه بالكرم. الانفاق عليه، ما انت الحاجه اللي بتصرف عليها بتصرف عليك او بتطلع لك المردود اللي انت صرفته. فزمان الناس اللي كان بتطلع منه ناس متمكنه من الساحه من الحاجات، ناو بيطلعوا الاف بس ما بنسمع بيهم. صح، انا قلت يعني هو قلت لك انه يعني كره الموسيقى والدراما شغاله، وفي ناس طلبوا بيدخلوا عندهم رغبه لكن ما بنشوفهم ثاني. يعني سنويا الكليه دي بتخرج الاف، لكن في جابته الوزاره غصبا عنه جابوا يعني طيب. كتبها كده في اخر الرغبات، في الاخر كده كتبها قام وقال له بس يلا الكليه تمشي. كان ممكن يجي ويتغير يعني رغبته ما كانت في الاول. أيوة. هو حبيها. أيوة. كان ممكن تتغير اذا كان لقى بيئه مهيئه، لقى امكانيات، ممكن فكرته تتغير. والله يعني انا بختلف معاكي في الحته دي، لانه الحاجه دي عندك يا ما عندك. صح بالضبط، ما في منطقه وسط. ممكن تكون اكتساب، والله هي ممكن تكون اكتساب بس ما بتمشيك. ولو مشيتك سنه سنتين ثاني بتمشيك. ما انت ما لما تمشي سنه وتلقى نفسك دخلت انغمست فيها بتمشي لقدام. ده اللي هياخذني لسؤال ثاني. ايوه، علاقه هبه الرحمن بالدراما بالمسرح تحديدا
من 200 اكتشفت الحاجه دي مثلا؟ والله طبعا انا على الاسئله التقليديه زمان وحرد لك التقليدي حرد لك وانا صغيره لا ما مني وانا صغيره من الدورات المدرسيه طيب في دقيقه عشان نستغل الدقيقه الثانيه بتفاصيل ثانيه يعني البدايات كانت التعلق شيء طبيعي انه الزول بيكتشف الموهبه فيه من الدورات المدرسيه طبعا بتكتشفها انت بيكتشفوها اهلك فبعد ذاك لقيت انه انا بقدر اعمل حاجه انا لو يعني دخلت المجال ده فقادره انه انا اقدم فيه قادره اطلع عطاء فيه فيلا متاثره بمنو من الدراميين السودانيين القدامى يعني والله كان في دراما سودانيه في يوم من الايام كان في ممثلين عمالقه يعني انا انت حيز الروب دي يعني عشقي يا سلام عشقي صراحه يعني طيب. تمام فانتوا قلتوا في دقيقه انا ما اقدر اطول عليكم بس دي كانت البدايات وبعد ذاك اصريت انه انا امشي في السكه دي لحد ما ان شاء الله حنشوفك في منصات عالية كبيره على المسرح ان شاء الله خلينا نذكر اخيرا كده بصيد الرصه المكان والزمان والدعوه كل الجمهور يعني طيب سيد الرصة كل يوم عدا الأحد يعني كل يوم في الأسبوع ما عدا الأحد الساعة 7:30 يفتح الستار على مسرح خضر بشير ببحري يا أخوانا شرفونا والله العظيم حياتي استمتعوا دي دعوة يوميا عدا الأحد يوميا او اسبوعيا عدا احد من كل اسبوع نعم. خلونا نرتاح خلاص جميل ان شاء الله هنجيكم ندعو كل الناس انهم يكونوا حضور معك شكرا وانتم كمان مقدرين كل التيم لازم نجي نحضر المسرحيه باذن الله تعالى ان شاء الله انا شاكره لك كثير جدا الممثله هبه الرحمن عبد الرحمن على هذه المساحه الجميله ان شاء الله تكون سيد الرصة وغيرها من المسرحيات ان شاء الله اللي هيكونوا في مغل الايام تكون هي بدايه ثوره مسرحيه زي ما ذكرنا في بدايه المشوار شكرا ان شاء الله ان شاء الله شكرا حمزه شكرا لين شكرا قناه الشروق شكرا لكم جميعا شكرا جزيلا